الخير، برحب بكل مشاهدي الـ LBCI، واهلا وسهلا بكل يلي انضموا لنا بهالاثناء لحتى يتابعوا سحب جديد للوتو اللبناني، سحب رقم 2064 لليوم الخميس 8 كانون الاول 2022. 4.5 مليار قادرين يعملوا المستحيل بهالايام، خصوصا بهذا الشهر شهر الاعياد، يعني كلنا بحاجه لمبلغ من غيمه لحتى تفوتوا بفرصه الربح معنا. انتم عليكم تكونوا بالقليله مجربين حظكم بشبكه واحده يلي حققت 8000 ليره، واذا حبيتوا تضعفوا فرصكم بالربح اكيد فيكم تلعبوا اكثر من شبكه، بس طبعا بتضل شبكه واحده تعطيكم الفرصه انكم تربحوا المرتبه الاولى لليوم يلي هي على القد 4.545 مليون و887 الف و330 ليره لبنانيه. ان شاء الله اليوم بنقول مبروك لرابحه واكثر بهالمرتبه. بالنسبه للمرتبه الثانيه في عنا تراكم 1 مليار و1 مليون ليره تقريبا، وبتكون قيمه الجائزه حوالي 1.5 مليار، واذا ربحت بنعرف قيمتها على القد، اما زيد مثل العاده 75 مليون ليره. حظ موفق لكل المشتركين معنا اليوم بهيدا السحب. خلونا قبل ما نشوف الارقام اللي رح تختارون المكنه، رحب انا وياكم بمندوب وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه على اعمال وسحوبات اللوتو اللبناني يلي دائما موجود معنا على الاشراف، استاذ وسام جوني. بونسوار وسام. يسعد مساكي ومساء المشاهدين. يسعد مساك، كيف صحتك؟ الحمد لله. رح نبلش فورا انا وياك هلا بالسحب والى المكنه. مثل العادة عنا طابات 42 يلي رح يدخلوا مباشرة قدامكم على الهواء بالمكنة، ورح نشوف منهم بس 7، 6 طابات أساسيات وطابة 7 إضافية مخصصة للجائزة الثانية. بنبلش أنا وياكم مع الطابة الأولى لليلة رقم 3، طابة ثانية، أربعة وثلاثين، طابة ثالثة، 41، أربعة عشر، الطابة الرابعة، 5، 24. لاحظتوا الرقم 4 متكرر بالطابات. 6، 9، والطابة 7 الإضافية والأخيرة رقم 22. اكتملت السريب، وهودا هن الارقام لسحب اليوم يلي برجع بكرر رقمه 2064. هلا خذوا وقتكم، شيكوا على شبكاتكم، عم ترجعوا تشوفوا الارقام مره جديده وراي. رح ننتقل هلا لسحب زيد لكل يلي دافعين 2000 ليره زياده على شبكاتهم. تابعوا معنا الى المكنه. زيد فرصه اضافيه للربح مثل العاده بترافق اللوتو بكل سحب. منبلش مع أول طابة 3، الطابة الثانية 7، الطابة الثالثة 1، الطابة الرابعة 4، والطابة الخامسة ليكتمل الرقم 0. إذن 0 4173 0 4 1 7 3، هيدا هو الرقم الرابح لزيد لليوم. مشاهدينا شفنا أنا وياكم السرير الرابحة لللوتو رقم زيد الرابح. هلا رح نتوقف مع بريك قصير ونرجع لكم من بعدها مع تابلويات جاهزة. لاقونا بعد البريك. مشاهدينا لحتى نتابع القسم الثاني من سحبنا لليوم، وكلنا حابين نعرف شو وضع المرتبة الأولى
والمرتبة الثانية وزيد كمان، بس أهم شيء المرتبة الأولى يلي قيمتها لليوم 4.5 مليار تقريبا، الثانية رح أذكركم 1.5 مليار وزيد 75 مليون ليرة. قبل ما ننتقل للتابلو مثل العادة بنرجع بنذكركم بالأرقام الرابحة للوتو مع أستاذ بسام. تفضل أستاذ بسام لو سمحت. سحب اللوتو رقم 2064 لنهار الخميس 8 كانون أول 2022، حمل الأرقام الستة التالية 3 34 41 14 24 9 والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 22. شكرا لك وسام. بدنا نشوف إذا هيدي التركيبة حدا منكم لعبها أو العشوائي مختار له إياها. الجواب بالتابلو إلى تابلو اللوتو. أولى مرتبة أولى، واو في عنا اليوم رابح بالمرتبة الأولى. كم حدا؟ شخص واحد لحاله بيربح الجائزة 1000 مبروك يلي هي على الأد 4 مليار و545 مليون و887 ألف و330 ليرة. 1000 مبروك لهالشخص يلي ربح لوحده معنا الليلة، فشينا خلقنا. بالمرتبة الثانية كمان شخص واحد بيربح معنا 1,481,986,530 ليرة لبنانية. شو حلو فول التابلو. بالتالتة في 40 شبكة، كل شبكة بتربح 5,647,000 ليرة. بالرابعة في 1,216 شبكة، كل شبكة 185,000 ليرة. وبالخامسة 16,761 شبكة، كل شبكة 32,000 ليرة. خي تابلو فول. الأولى من وين ربحت؟ محل تيستي مارت عين سعادة. الثانية بارفيمري وارتان برج حمود. يعني كان قلبي حسسني انه اليوم بدها تربح الاولى استاذ بسام، مش هيك كنا عم نحكي؟ خي الف مبروك للرابحين. هلا بدنا نشوف رقم زيد معك لنرجع من بعدها نشوف التابلو. تفضل بسام. سحب زيد رقم 2064 لنهار الخميس 8/12/2022، حمل الرقم 0 4173. شكرا وسام. خلونا نشوف اذا في عنا سعيد حظ مساقبوا هيدا الرقم باعلى شبكته، لانه زيد مش انتم بتختاروا الرقم عشوائيا، المكنه بتختاره، انتم لازم تكونوا دافعين 2000 ليره لتكونوا داخلين معنا بالسحب. الى التابلو. تابلو زيد 75 مليون ليره. شو شبكتين بيربحوا المبلغ 1000 مبروك، المبلغ الإجمالي بيتقسم على 2 وكل شبكة بتربح 37.5 مليون. خي مفولين، يعني اليوم كل جوايزنا نفقوا. كل شبكة بتنتهي ب 4173 بتربح 900,000 ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 173 90,000 ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 73 8,000 ليرة. حلو الربح، شو بدكم بهالشغلة؟ الشبكتين بالمرتبة الأولى من وين ربحوا؟ بزيد أول وحدة مكتبة حليم الدورة، بويري بريس بيزو ام كايل. الف مبروك للرابحين معنا بهيدا السحب، ودائما بنقول عقبال ما يوصل الدور للجميع مع اللوتو اللبناني، يعني مثل ما بتعرفوا ما في شيء مستحيل. اليوم ربحوا الجوائز، ولكن اكيد بالسحب اللي جايه هيدا الشيء ما بيمنع انكم تجربوا حظكم مع جوائز جديده. خلونا نشوف انا وياكم قد ايه رح بتصير الجائزه لسحب نهار الاثنين ان الله رد. استاذ بسام الاولى تقريبا الجائزه الاولى بترجع بتبلش حوالي 1,300,000,000 جيدة. الثانية حوالي 500,000,000 وزيد وزيد 75 مليون. شكرا استاذ بسام لحضورك معنا اليوم. اذا مشاهدينا مثل ما سمعتوا 1,300,000,000 بانتظاركم لسحب اللي جاي. كتروا شبكاتكم ولاقونا مثل العاده على الساعه 7:30 عبر شاشه ال بي سي اي. تذكير بسيط من جميع نقاط بيع العاب لليبانيز دي جو، بتقدروا تلعبوا شبكاتكم، بتقدروا تلعبوا عبر الاس ام اس على ال 10 20، ارقامكم السته فرق سبيس بيناتهم او كيو بي اذا حبيتوا تلعبوا شبكه عشوائيه. ومثل العاده بعد كمان فيكم تلعبوا اونلاين انتوا قاعدين ببيوتكم وين ما كنتوا، ايضا عبر الويب سايت www.lldj.com او عبر الابلكيشن LLDJ. ليكوا الطرق شو عديده، المهم تلعبوا لوتو وتلاقونا لحتى تدخلوا معنا بفرصه الربح ونقدر نفرح اكبر عدد منكم مع اللوتو. الى اللقاء.